أكدت مصر حرصها على مشاركة أبناء المصريين بالخارج وأبناء الشهداء في مختلف فعاليات المعسكر الثانوي السادس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين في الخارج في شرم الشيخ، وذلك تحت شعار اتكلم عربي وعيشها مصري. وتستهدف فعاليات المعسكر نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، فضلا عن استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم إيجابية سليمة، ليكونوا على ارتباط دائم بالوطن.